ألو، السلام عليكم. شلون الكابتن؟ وين الكابتن هنا؟ إيه. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة كابتن. طيب إن شاء الله. طيب يا معوض قلقتنا من البارحة. إيه. ان شاء الله ان شاء الله خفيفه. هسه اطمننا من خلال الاتصالات مع الكادر الطبي. الحمد لله الحمد لله مشافه، تمام الصحه والعافيه. لا لا، بسيطه بسيطه ان شاء الله، مشافه مشافه ان شاء الله. بعدنا هنا بعد قدامنا مشوار تصفيات والمونديال ان شاء الله. ان شاء الله يعني نهديك هنا بالفوز والهدف الرائع والحمد لله. المره الرقصه مالت الهدف ما بيها طرد. ايه دير بالك. ايه مش شافه مش شافه. ايه ايه كابتن عدنان، كابتن عدنان تسلم على كل الاخوه في الكويت، وزير الصحه الاتحاد يعني على الاستجابه السريعه والاهتمام بكابتن ايمن، وايضا تشكر لياهم على ترتيبات دخول المشجعين العراقيين، جزاهم الله خير. يعني احنا كنا اشقاء واخوه، وهذه بالتاكيد فعاليه رياضيه تزيد من اواصر الاخوه بيناتنا، فتقدير واحترامي لهم اتبلغهم بشكل رسمي. واطمني ظل تواصل. وين ايمن؟ اعطينا ايمن. لا عزيزي، احنا كنا بالخدمه، الوالده رتبت لها سمه دخول وراح ادز لك اياها للكويت. اي اي راح ادز لك اليوم اليوم. ايه الله الله. يلا يلا، اريد قلبك قوي حتى ترجع ان شاء الله. ان شاء الله صحة وعافية. يلا طيب ان شاء الله. خذ راحتك خذ راحتك، خليه يرتاح خليه يرتاح. شكرا كابتن عدنان، مع السلامة.